الدوحة صديقنا العزيز والناقد الرياضي الكبير بجريدة الراية القطرية الأستاذ أحمد سليم. مساء الأنوار يا أستاذ أحمد. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، ومبروك لكل أهلوية وكل مصر كلها. اليوم يعني كانت فرحة كبيرة جدا، سواء في الدوحة أو في مصر، كان لقاء كان متابع من كافة أنحاء العالم والعالم العربي تحديدا. أنا عايز أقول لك إن شوارع مصر كلها صوروها ونزلوها على المواقع كانت خالية تماما من العربيات والمارة طوال هذه المباراة. قول لي بقى الأجواء من لحظة دخول النادي الأهلي إلى ملعب المباراة إلى أن انتهت المباراة. الأجواء يمكن بدأت قبل المباراة يمكن بأربع ساعات، يمكن الجماهير بدأت تتوافد عن طريق خطوط المترو إلى استاد المدينة التعليمية، وكان في أجواء احتفالية، أغاني وأناشيد وهتافات باسم الأهلي حتى الوصول إلى ملعب المباراة والدخول إلى داخل الملعب. نعم. في الملعب كان الوضع مختلف، كان في قبل المباراة كان في أجواء احتفالية، الجماهير عاشت ليلة لا تنسى من خلال الأجواء الاحتفالية التي تمت، وتم يعني إذاعة في داخل الملعب إذاعة الأغاني المصرية والموسيقى المصرية واحتفالات داخل الملعب، وبره الملعب أيضا كان في احتفالات أيضا أخرى حتى اكتمال كافة الجماهير. يمكن احنا أول مرة نشوف الاستاد لآخره من جمهور الأهلي، يمكن تواجد بشكل كبير جدا، حسينا إن احنا في مصر والأهلي بيلعب على أرضه وليس خارج أرضه. يمكن الدور الجماهير الكبير اللي قام به النهارده الجمهور كان له تأثير كبير جدا في اللقاء. يمكن احنا المباراة على المستوى الفني ما كانتش عالية قوي، لكن الجمهور أثر بشكل كبير في بث الحماس في قلوب اللاعبين، وخاصة كمان أثر بشكل سلبي على فريق الدحيل. كان كل شوية لما رتم المباراة يهدى كان الجمهور يندع على لعيبة الأهلي، العب يا أهلي العب يا أهلي. كان في حضور يعني واضح ومؤثر للجماهير في هذه المباراة، والصراحة يشكرون على الحضور، لأن بالفعل كان الجمهور هو سر الانتصار اليوم يا كابتن. الشوط الثاني وحضرتك اكيد كنت في الاستاد، يعني مشاعر الجماهير في الشوط الثاني بعد ما تراجع نسبيا النادي الاهلي للدفاع وانطلق طبعا الدحيل لانه ما كانش امامه الا الانطلاق للامام، هل لاحظت يعني قلق او كذا او كذا؟ طبعا الجماهير كانت في الاستاد، كان في قلق كبير جدا من تراجع الاهلي، خاصة الدحيل ما كانش عنده ما يخسره، يعني لعب بأوراقه الأخيرة من أجل التقدم. يمكن الدحيل دخل المباراة خايف بعض الشيء من الأهلي، يمكن بفرق الخبرات ومشاركته الأولى، لكن هو ما أعطى فرصة للأهلي إن هو يتقدم، ويمكن من خطأ سجلنا هدف، ويمكن هدف يعني احتسب تسلل، لكن الجمهور فعلا في نهاية الشوط الثاني كان في قلق كبير، وكان في إحساس إن ممكن الدحيل يسجل، لكن الجمهور يعني حفز اللاعبين بشكل كبير جدا ولم يسكت عن الهتاف من اجل تحفيز اللاعبين لمواصله العرض القوي اللي قدمه في الشوط الاول من اجل انهاء المباراه. يمكن يا كابتن مدحت يمكن المباراه دي يمكن احنا دايما بنقول عليها كصحفيين او كاعلام، بنقول عليها هذه المباراه تكسب ولا تلعب. تلعب بالظبط. الاهم اللي احنا اخذنا المباراه وتاهلنا للدور النصف النهائي امام خصم قوي، فعلا الدحيل كان فريق قوي، يمكن التشكيله اللي لعب بيها في بدايه المباراه هي اللي اثرت على اداء الفريق، لكن الفريق الدحيل من الفرق القويه جدا، وده بيظهر في ارض الملعب، ويمكن لعيبه الاهلي اكدت كده بعد المباراه ان فعلا ان هم تخطوا خصم قوي وليست مباراه سهله. صحيح. عاده بعد المباراه هنا في مصر انت عارف طبعا الجمهور بيطلع يطوف في الشوارع والكلام ده، هل ده بيبقى مسموح في الدوحه؟ طبعا يا كابتن ديما هنا قبل كده اكثر من مره الفريق خرج احتفل، لكن اليوم الاحتفال يقتصر من الملعب الى المنازل، لان لسه الاهلي محتاج ان هو يكسب بايرن ميونخ او يتاهل او يحقق انجاز جديد من اجل الاحتفال على الكورنيش، لكن الجماهير كانت خارجه سعيده جدا من المباراه اليوم. كان في اجواء احتفاليه، ويعني الاهلي هو اكسب هذه الاحتفاليه حلاوه، يعني هو في الاخر الجماهير خرجت في الاخر فريقها منتصر وفرحانه. يمكن المباراه اليوم يا كابتن كان ليها اكثر من دلاله او ليها انجاز تاريخي للنادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده يمكن تخطى ريال مدريد اكثر فرق خاض عدد مباريات في البطوله، 13 مباراه ريال مدريد 12 مباراه،
الاهلي ضمن ان هو كمان هيلعب 15 مباراه ان شاء الله في حاله اللعب في الدور نصف النهائي، والمباراه ان شاء الله النهائي او الثالث والرابع، يبقى كده 15 مباراه يتعادل مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي في عدد الاهداف. الاهلي برضه حقق انجازات برضه اليوم على مستوى الافريقي، هو اصبح اكثر فريق تسجيل الاهداف اليوم، يسجل هدفه ال 12 عن طريق حسين شحات اللي سجل يمكن اللاعب الخامس اللي هو يسجل للنادي الاهلي في مونديال الانديه. كمان الاهلي كان هو اكثر فريق تحقيق للانتصارات، اكثر فريق افريقي تحقيق للانتصارات، 4 انتصارات في هذه البطوله، وايضا اكثر فريق وصولا للدور نصف النهائي، يمكن دي المره الثالثه ان شاء الله اللي يوصل فيها الاهلي للدور نصف النهائي. عايز اقول يا كابتن، يعني اللي احنا بنتكلم كمان ان الاهلي مطالب فعلا في المباراه القادمه بتركيز كبير، لان بايرن ميونخ فريق مدجج بالنجوم، عنده ما شاء الله افضل حارس في العالم، عنده افضل هداف في اوروبا وافضل لاعب في العالم، لكن الاهلي يمكن اليوم بدات التصريحات عن المباراه ان المباراه القادمه محتاجه لتركيز شديد للغايه من اجل تقديم اداء مشرف. يمكن الجماهير المصريه مش محتاجه من الاهلي ان هو يكسب المباراه، فعلا الطموح ليس له حدود، لكن الجماهير المصريه الان تعول على ان الاهلي فعلا يشرف الكره المصريه والكره الافريقيه في هذه المباراه، والفريق فعلا قادر على كده، خاصة ان الفريق مش هيكون داخل المباراة تحت ضغوط. يمكن مباراة الدحيل كان فيها ضغوط شوية، ان الفريق مطالب ان هو يكسب المباراة ويتأهل لدور نصف النهائي، لكن الان الفريق اصبح يمكن هيلعب بدون ضغط شوية، لانه لو خسر من بايرن ميونخ ما فيش حد هيلومه كتير، طبعا طبعا هيلعب بشكل مستريح، وبالتالي هيقدم اداء اقوى، ويمكن تظهر فعلا فيها ابداعات، ويمكن الاهلي يحقق مفاجأة، وده يمكن هيكون يا رب صعب شويه ده.